إلى أي مدى الدولة ممكن تساعد تدعم؟ إحنا أي حد فينا بيقارن حجم السياحة العالمية كده لما يشوف الأرقام مرصوصة جنب بعض طول الوقت نحس بغيرة، نقول لا مصر تستاهل شير أكبر، حصة أكبر من التورتة العالمية للسياحة دي. إيه اللي ممكن يتقدم فيسهل ويزود الأعداد وبالتالي زي ما حضرتك قلت ينعكس فوراً على الاقتصاد؟ السبب الرئيسي في إن إحنا بنجيب سياح هو القطاع الخاص. وزارة السياحة وهي تنشيط السياحة ووزارة الآثار جهات مساعدة بتسهل عمل المستثمرين ورجال الأعمال اللي بيبنوا لوكندات، بياخدوا لونز من البنوك وبيبنوا منتجعات سياحية وبيستثمروا من فلوسهم وبيخرجوا برا بينشطوا السياحة وبيجيبوا أفواج من عدد حتت مختلفة. فالقطاع الخاص هو الباك بون أو العمود الفقري للسياحة في مصر، هو السبب الرئيسي في إن السياح بيجوا. دور وزارة السياحة بأنها بتشجع المستثمرين، بتحاول تذلل العقبات، بتحاول إن هي توصل المستثمر لأقصى مدى من إن هو ما يبقاش محطوط عليه غرامات، محطوط عليه ضرائب بشكل كبير، بتحاول تشجع أو تدعم العمالة اللي موجودة عنده بحيث إن هو يقدر يخليها خلال الأزمات لأطول فترة ممكنة. لكن بشكل عام دور الدولة هو تشجيع الاستثمار، وده الدولة شغالة عليه بحيث إنها تدي فرص أفضل للناس اللي بتيجي بشكل أكثر تكرارا يعني. لكن دور الدولة على طول إحنا محتاجينه، ويمكن الدولة بتقدر تدي على قد ما المستثمر بيدي، يعني بيحطوها زي رانكس كده، كل ما أنت بتدي أكتر بتقدر إن أنت تاخدي بنفيتس أعلى. مين أشطر ناس في السياحة في العالم في رأي حضرتك؟ هو في منظمين برامج سياحية وفي ناس مستضيفين للبرامج السياحية، ده نوع وده نوع تاني. قولي الاثنين. المنظمين طبعا الامريكان اكتر ناس بينظموا الوان كتيره من السياحه، مش بس سياحه الاعمال، سياحه المؤتمرات، سياحه الحوافز، السياحه الرياضيه، الاولمبيكس وكاس العالم ده نوع من انواع السياحه برضه. يمكن السوق الامريكاني كتنظيم للرحلات السياحيه الى دول العالم دائما شاطرين جدا. ومين كمستضيفين؟ مستضيفين طبعا تخش في الكتلة الشرقية الفار ايست، اكتر ناس بيقدموا لك الخدمة المميزة، يمكن هو غير معروفين على المستوى الاعلامي بشكل كبير، بس طبعا احسن خدمة على الاطلاق هي ما يسمى الشرق الاقصى عشان شكل التزامهم الطبيعي ومستوى الخدمه الى حد ما بيكونش خدمه رخيصه، بس طبعا اعلى مستوى من الخدمات هو مستوى الشرق الاقصى، سواء في الغرفه، سواء في التاكسي، في المطعم، الديسيبلين في كل حاجه، الهدوء، النظافه، فمستوى عالي جدا من الاداء اللي بيخلي الشخص بيبقى لحد ما الانطباع الذهني موجود لفتره طويله جدا، سواء على مستوى العائله او راغبي شهر العسل او حتى كتير. وعشان كده بقت مقصد مهم فعلا طبعا، وبتقدم تأشيرة سهلة للمصريين كمان يعني.